حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ننسخ او نصور المسندات في الطوابع الكانون اي ار 1133. يعني هنتعلم ازاي نصور الورق على الوجهين اوتوماتيك، وازاي نصور الورق على الوجه الواحد، وازاي نصور بطاقة الهوية. كل ده هنعرفه مع بعض لكن بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السام من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض عن جميع اوضاع نسخ وتصوير المسندات في الطوابع الكانون اي ار 1133، وان شاء الله الحلقه تنال اعجابكم. مبدئيا كده قبل ما نخش في ازاي نعرف ننسخ المسندات، عايزين نعرف ايه الزراير دي. اول حاجه ده زرار التصوير واكتر حاجه هتستخدمه، والزرار الاحمر ده بيكنسل اي اوردر او اي عمليه اذا كانت طباعه او تصوير او سكانر، وما انصحكش انك تستخدم الزرار ده نهائي. والزرار ده اللي عليه حرف سي اختصار لكلمه كلير، بيحذف او بيمسح اي رقم انت كتبته. وزرار الاي دي ده هنعرف مهمته بعدين. والزرار ده كمان 5 دقايق لو انت ما استخدمتش الطوابع هتلاقيه نور بالطريقه دي، بيخش في حاجه اسمها وضع السليب مود. لو الطوابع اخذت اي اوردر اذا كانت طباعه او سكانر، الطوابع هتشتغل تلقائيا ومش هتحتاج انك تولع الطوابع، لكن لو حبيت تستخدم التصوير فانت لازم تضغط على نفس الزرار. وزي ما انتم شايفين ده زرار الارقام عادي جدا، والزرار ده زرار الريبورت، ده خاص بالفاكس محدش يستخدمه خالص غير اللي في الفاكس. والزرار ده بتقدر تعرف منه الطوابع طبعت كام ورقه من اول ما اشتريتها لحد دلوقتي. والزرار ده اسمه زرار الوظائف، تقدر تعرف منه ايه هي الوظيفه اللي شغاله اذا كانت طباعه او تصوير او سكانر، وتقدر تعرف من خلالها معدل الحباره. والزرار ده بيرجع خطوه لورا. والزرار ده اسمه انتربت. الزرار ده ليه وظيفتين، اول وظيفه معانا انك تقدر تضغط عليه لو انت مثلا شغال وبتطبع على سبيل المثال 100 ورقه او بتصور 100 ورقه، لمجرد انك تضغط عليه هتوقف عمليتك مؤقتا وتقدر تستخدم عمليه في نفس الوقت، وبعد ما تنتهي من العمليه فبتضغط عليه وبتكمل باقي العمليه القديمه. والوظيفه الثانيه هنعرفها واحنا بننسخ المسندات. وطبعا الزرار اللي فوق دي لو حبيت تستخدم التصوير بتختار الاول كوبي فبتبقى في قائمه الكوبي، لو حبيت تستخدم الفاكس تضغط على الفاكس كده اصبحت فاكس، لو حبيت تستخدم اسكان تضغط اسكان كده وتحولت لسكان، لو حبيت تستخدم اليو اس بي برنت بتظهر على اليو اس بي برنت، لكن لو حبيت ترجع لقائمه الكوبي بتختار كوبي. والزرار اللي تحت دوت ده خاص بدرج الورق، لو ضغطت ضغطه واحده كده بيقول لك عايز تستخدم الدرج اللي تحت اللي هو بلان بيبر، اللي هو ده الدرج اللي تحت اللي هو بلان بيبر، تمام، ده اللي تحت خالص. اما لو حبيت تستخدم الام بي 3 اللي هو ده، تقف هنا كده تفتح الاسفل زي ما انتم شايفين ده الام بي 3 وتقفله عادي جدا، فتقدر من الزرار ده تستخدم اي درج فيهم. والزرار ده خاص بالنسخ على الوجهين اوتوماتيك، يعني لو ضغطت ضغطه واحده كده هيظهر لك كذا اختيار، ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده كمان. والزرار ده اسمه زرار المنيو او زرار القائمه او زرار الاعدادات، محدش يلعب فيه عشان برمجه الطوابع ما تتغيرش. وجميع الزرار دي خاص بالفاكس، محدش يلعب فيها لو انت مش هتستخدم الفاكس، فلازم يكون عندك علم ان عندك مصدرين لنسخ وتصوير المسندات. اول مصدر معانا وهو جهاز الفيدر اللي تقدر تضيف عليه اكتر من ورقه وتصورها او تنسخها في عمليه واحده، والفيدر ده تقدر تضيف فيه اي حاجه ورقيه، يعني ورق فقط او ورق منفرد، ما ينفعش تحط فيه ولا باسبور ولا كتاب ولا بطاقه هويه، ورق بس. لكن لو انت حبيت تصور كتاب، باسبور، بطاقه هويه، ده من خلال المصدر الثاني اللي هو ازازه الطوابع. فعلى سبيل المثال الورقه دي عايز انسخها نسخه واحده او نسختين، هنعمل ايه؟ هنحط الورقه للاعلى كده ويبقى الكلام علينا، يعني ما ينفعش نحطها كده، نحط الورقه وشها الاعلى كده وندفها لحد الاخر كده، ونيجي هنا نقفل على الورقه عشان ما تلوحش معانا، عشان ما تخش بلوحه والبرواز ده يتعوج معانا. ثم بتيجي على شاشه الطوابع هنا عايز نسخه واحده، هي متحدده واحده، انا وليكن عايز نسختين، هعمل ايه؟ اضغط 2 بقت 2 اهي. عايز 3 نسخ هصفر كده بالكلير زي ما اتعلمنا، لو بيمسح الارقام بقت 1 اهي. عايزه مثلا 3 نسخ، عايز مثلا 10 نسخ اهي، 10 نسخ، فانا هختار مثلا نسختين. ثم بنعمل ايه؟ بنختار تصوير. هي اول نسخه ودي تاني نسخه زي ما انتم شايفين، اهي اول نسخه وتاني نسخه، والورقه اللي احنا حطيناها في جهاز الفيدر اتسحبت من هنا ونزلت لتحت، تقدر تطلعها بكل سهوله. طب دلوقتي الورقه دي انا خايف احطها في الفيدر وتحشر وتتقطع مني، هعمل ايه؟ هفتح الفيدر الاعلى كده وهبدا اضيف الورقه وشها للاسفل، يعني عكس الفيدر، لكن التصوير هنا الوش هيبقى لتحت. ونيجي هنا عند كلمه A4 كده اهيت، نوقف فيها الورقه كده اهي، نمشيها لحد ما تقف عند كلمه A4 بالظبط. لو لاحظت تحت كده هتلاقي ان كلمه A4 الثانيه ماشيه مع الورقه، يعني A4 اللي هنا والA4 اللي هنا ماشيين مع حواف الورقه. ثم نقفل باب المسح ده وعادي جدا، ونختار مثلا نسخه واحده اهي، ثم تصوير.
زي ما انتم شايفين النسخه طلعت بكل سهوله. طب على سبيل المثال دلوقتي عندي ورقه وش ودار على الوجهين، تمام؟ مع العلم ان الطوابع دي بتطبع وبتنسخ بالابيض والاسود فقط، يعني مش هتطلعي طبق الاصل الوان، هتطلع ابيض واسود. بس انا عايز انسخها زي ما هي كده ابيض واسود، هعمل ايه؟ احط الورقه في الفيدر كده، تمام؟ مش هيفرق بقى وشها من ظهرها لان الاثنين فيهم كلام، احطها كده لحد الاخر ونقفل عليها عشان ما تلوحش، ثم تيجي عند الزرار ده اهو، الزرار ده النسخ على الوجهين اوتوماتيك، ضغطه واحده عليه، ثم نختار 2 على 2 اهي، ثم اوكي، ثم بقى انت عايز نسختين ثلاثه، انا هختار نسختين المره دي كمان، ثم هنختار تصوير. زي ما انتم شايفين الورقه سحبتها، تمام؟ طلعتها كني. بص هنا الورقه اتسحبت، ثم رجعت تاني للطوابع عشان تحط الظهر. ادي اول نسخه زي ما انتم شايفين اهيت. ودي تاني نسخه، الوش الاولين اهوت والظهر التاني اهوت. كده عرفنا ازاي ننسخ على الوجهين من جهاز الفيدر. طب على سبيل المثال الوش والظهر ده مش عايز انسخه من الفيدر، او مش عاوز اصوره من الفيدر، اعمل ايه؟ افتح باب الماسح الضوء الاعلى كده ونحط الوش الاولاني زي ما اتعلمنا كده، الاي 4 مطابق للاي 4، ونقفل باب الماسح الضوئي. لو انت زي ما انت مختار تو سايدد تو سايدد فهتسيبها زي ما هي، لكن لو انت مش مفعله بتختار زرار النسخ على الوجهين، ثم بتنزل تختار 2 على 2. ولازم تتاكد ان الشاشه هنا مكتوب عليها تو سايدد 2 على 2، لو معموله اوف يبقى هتصور ورقه ورقه. طب هنعمل ايه يا ابو حميد؟ هنختار نسخه واحده، تمام؟ ثم تصوير. اول ما الصوت يهدى كده تفتح باب الماسح الضوئي، ثم تقلب الورقه على الوجه الثاني اهيت، ونقفل باب الماسح الضوئي، ثم نختار تصوير. اول ما الصوت يهدى كده هتختار ستارت كوبي اوكي، واللمبه دي طول ما هي منوره كده معناها ان في عمليه شغاله ولسه ما انتهتش. العمليه دي ممكن تكون طباعه او تصوير او سكانر او فاكس. اول ما تنطفي كده العمليه خلصت، والورقه طلعت لنا اهيت وشها وظهرها. طب على سبيل المثال الورقه حطيتها وحشرت وانا خايف اشدها تتقطع، تفتح باب الفيدر ده هتلاقي الورقه قدامك، تشدها بكل سهوله، او ممكن تفتحها من هنا وتطلعها واحده واحده ومش هتتقطع معاك. ترجع تقفل الفيدر كده بدون اي مشاكل. طب انا دلوقتي عاوز ارجع الطوابع تنسخ ورقه ورقه مش على الوجهين اوتوماتيك، هنعمل ايه؟ هنختار نفس الزرار عادي جدا ونطلع فوق خالص كده، نختار اوف اوكي، تو سايدد اوف. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي انا عندي بطاقه الهويه وعاوز اصورها على الوجهين، هعمل ايه؟ طبعا زي ما احنا عارفين الفيدر ما بيسحبش غير ورق، يعني ولا كتاب ولا باسبور ولا بطاقه، فهنصور او هننسخ من ازازه الطوابع. هنمسك الوش البطاقه الاولاني، تمام؟ ونحطه فوق كده بس ما نلزقهاش جامد كده، نسيب مسافه صغيره بس كده، ونقفل باب الفيدر، تمام؟ ونختار تو سايدد اهيت 2 على 2، ثم تختار عدد النسخ اللي انت عاوزه، ثم تصوير. اول ما الصوت يهدى كده هتفتح باب المساحه الضوئي عادي جدا، وتقلب البطاقه في نفس المكان، في نفس المكان بالظبط، ثم نقفل باب الفيدر، ثم نختار تصوير. اول ما الصوت يهدى كده اختار اوكي او اضغط على اوكي عامه. زي ما انتم شايفين البطاقه متصوره اهيت وظهرها لو قلبناه في نفس المكان زي اللي في المكاتب بالظبط. طب على سبيل المثال الصوره دي حجمها صغير وانا عايز اكبرها شويه عشان الارقام مش باينه، اعمل ايه؟ هنمسك البطاقه كده ونقلبها في نفس المكان على وشها الاولاني اول حاجه، تمام؟ ونقفل باب الفيدر ونيجي عند شاشه الطوابع ونختار كوبي ريتيو اهيت، نختار ده كوبي ريتيو اوكي. فافضل وضع لتكبير بطاقه الهويه هي 141، ده اللي بنصح بيه. بننزل تحت شويه كده لحد ما يجي لك 141 اوكي. هنعمل ايه يا ابو حميد؟ هنضغط على زرار التصوير، نفتح باب الماسح الضوئي خلاص، ثم نقلب البطاقه في نفس المكان كده بالظبط، تمام؟ ونقفل باب الماسح الضوئي، ثم نختار تصوير، ثم نختار اوكي.
زي ما انتم شايفين بيضات الهوائيه على وضع التكبير بتاعها وفي نفس المكان الظهرها. لو جبنا الصوره الاولانيه اللي هي على وضع التكبير 100% زي ما انتم شايفين وده على وضع تكبير 141. الموضوع سهل كده. طب دلوقتي انا لعبت في اعداد الطوابع بحيث ان خليت وضع التكبير 141 وخليتها تو سايدد وعايز ارجعها بضغطه واحده بدون ما اخش كل شويه ارجع حاجه اعمل ايه؟ فاكرين الزرار ده اللي توكو ليه وظيفه ثانيه هنعرفه؟ ضغطه واحده عليه هتلاقي كده تو سايدد بقت اوف وهتلاقي الكوبي ريتيو بقت 100%. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده. اتمنى كنا عجبكم. اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السامي من قناه كانون بالعربي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.